يعطيكم العافية. صراحة بلش شرح شابتر 3 استاتيك. شابتر 3 استاتيك بحكي لنا عن التزان الأجسام. لو بنطلع على هاي الصورة، أظن عندي خشبة معلقة، هاي وما بتتحرك لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت، معلقة، ممكن تتحرك يمين ويسار من الهواء، بس بشكل عام هي معلقة، يعني ما بتنزل لفوق ولا تحت إلا إذا أنا رفعته هاي. كيف هذا الإشي تثبت؟ وعلى أي أساس؟ راح نتعلمه خلال هذا الشابتر. الشابتر بحكي لنا إيكوليبريم أوف بارتيكل، يعني اتزان الأجسام. اتزان الأجسام بكل بساطة هي كأنه بحكي لك إنه القوة المؤثرة اللي على الجسم تساوي زيرو، سواء على الإكس أو على الواي أو على الزد. يعني ببساطة لو عندي أنا جسم هيك عليه مربوط بحبل زي هيك، هذا حبل، هذا حبل، هذا معلق، قديش قوة الحبل لازم تكون حتى الجسم يضل معلق؟ بكل بساطة أنا بعمل إشي اسمه فري بادي دايجرام. يعني فري بادي دايجرام يعني زي كأن الجسم هذا عمله تحليل. طيب الجسم قلته زي هيك، شو عليه قوة؟ راح تقول لي عليه قوة وزن. دائما أي جسم عليه قوة وزن إلا إذا حكى لي إيش قوة الحبل؟ دائما الحبل بيطلع من الجسم، بيطلع من الجسم. فإذا هاي مقدارها ام في جي تكون مختارها ام في جي. كيف عرفت؟ حكيت سيجما اوف واي تساوي زيرو. طيب الام في جي هسه دائما بعطيني السؤال، اذا اعطاني السؤال بالكيلو جرام الرقم هذا بدي اضربه ب 9.81، اذا اعطاني اياه بالباوند بضربه، هو نفس الفورس هو نفس الوزن. يعني حكى لي هاي قيمتها 60 كيلو جرام، فما انا بدي اطبق معادله سيجما اوف واي، سم اوف واي تساوي زيرو. شو بدي اقول له انا؟ اقول له 60 ضرب 9.81 بسالب طبعا قوة الحبل بسميها تنشن تساوي زيرو. التنشن تساوي 60 في 9.81، 60 ضرب 9.81 تساوي 5.88.6. تمام، حكى لي انه هاي تساوي 60 باوند. بقول له انا طبعا 60 باوند، بقول له انا كم اوف واي تساوي زيرو؟ راح اقول له انا 60 او ناقص 60 زائد التنشن، ناقص 60 زائد التنشن تساوي زيرو. اذا التنشن تساوي 60، يعني حسب ايش بيعطيني؟ اعطاني اياها بالباوند، الرقم المحطوط خلص هو اللي بحسبه فورسز، اعطاني كيلو جرام ب 7.81. اول شيء كيف اعمل فري بادي جرام اذا عندي حبل؟ الحبل بيطلع من الجسم. في شغله ملاحظه، انا الحبل هذا، الحبل هذا طالع من الجسم، من الجسم، يعني انا القوه هاي انا بفرضها زي هيك، اذا هي هيك طب انا لو بدي اخذ الجسم اللي فوق هذا كيف تكون قوه الحبل؟ تكون قوه الحبل هيك، يعني دائما الحبل الواحد له نفس القوه، يعني اذا هي 60 هي 60، يعني هذا لما تعمل فري بادي جرام للي فوق زي هيك بقول لك عليه قوه التنشن مقدارها 60، كانت هي 60 تمام، يعني زي هيك زي كان بفصلهم زي هيك. دائما طلعت قوة حبل واحدة راح كثير. عندي كمان إذا كان عندي زنبرك، دائما هذا الزنبرك اللي راح أشوفه بالشكل، بالسؤال. دائما عندي أنا للزنبرك ثلاث أطوال، عندي شو اسمه أن ستريتشد لينكث، أحصل undefined length يساوي ال نوت. تمام، في عندي الطول اللي بالسؤال length question يساوي ال، عندي شيء اسمه اس اللي هي الاستطالة اللي هي stretched يساوي ال ناقص ال. دائما هذا قاعدة اللي بالسؤال ناقص ال unstretched length أو ال undefined يساوي هو الاس، والفورس سبرينج يساوي شيء اسمه كي ضرب الاس. هاي ازعم سؤال زنبرك تحله زي هيك، سبرينج يساوي كي في اس، كي شيء اسمه ستيفنس المعطى بالسؤال. دائما هاي سؤال زنبرك بشوف الطول، بالسؤال اصل الانيشال بيعطيني اياه بالسؤال او بيكون زيرو بيساوي الاس، دائما هاخذها قاعده. طيب كان عندي بكره،
مربوطة بحبلين، بكرة مربوطة هي بحبل واحد، هاي البكرة صفر الخط هيك، هاي طالع منها حبل وهذا نفس الحبل. لو سميناه تي 1 وهذا تي 2 نقول له انه تي 1 تساوي تي 2، نقول له تي 1 تساوي تي 2 ساين ثيتا، حبل الواحد له نفس القوة. عندي هاي شغلة زيادة بتكون، عندي انا سطح مائل زي هيك زي هيك، عندي عليه مثلا جسم، فرضنا هذا الجسم هيك الجسم، كيف تعملها ثري بيتي دايجرام؟ دائما الثري بيتي دايجرام زي هيك على هذا الاتجاه، دائما الثري بيتي دايجرام لاي جسم افرض محاور، المحور دائما باتجاه السطح، اذا كان المحور اكس واي بيكون اكس واي، اما اذا كان عمودي بيكون السطح هو المحور اكس الواي عمودي عليه، الواي الاكس هو السطح هذا محور الواي. طيب كيف بدي احلل؟ ببساطة أنا بعرف أي جسم له وزن، الوزن زي هيك دائما للأسفل، تمام؟ ودائما السطح بيعمل قوة عمودية اسمها النورمال فورس تيجي زي هيك، وهذا نفس الإشي نورمال فورس عن السطح في عليه وزن أسفل. لو فرضنا إنه هاي الزاوية ثيتا، هاي الزاوية ثيتا، هاي ثيتا، هاي ثيتا، بدي أحلل الجسم أقول له هاي النورمال، هاي النورمال، قول له هاي الثيتا نفسها هاي الثيتا، تفسيرها موجود في فيديو لي على اليوتيوب اسمه تفسير السطح المائل، شوفوه بتحلو. بتكون اذا هذا هو الوزن، هذا هو الوزن، بتكون هاي مركبة الوزن W كوساين ثيتا، هو بدي احرج لتحت فمركبة الوزن بتكون هون هيك W كوساين ثيتا، نفس الطريقة W كوساين W. طيب شو استفدنا من الشيء؟ لو طلبنا النورمال فورس بقول له W كوساين ثيتا تساوي النورمال. طيب كان عندي سطح مائل عليه بلوكة، بلوكة على السطح في عليها فورس هيك، هاي الزاوية، هاي الزاوية 30، الزاوية 20. أنا إذا بدي أحل السؤال قلنا هذا محور X هذا محور Y، بتكون القوة اللي بدي أحللها لو فرضنا هاي دائما بتكون على X E كوساين 50 P ساين 50. التحليل كل 50 عبارة عن حاصل جمع، حاصل جمع زاويتين. دائما إذا بدي أحل سؤال على سطح مائل ما في ولا سؤال على سطح مائل، سطح مائل مني اوجد قيمه بي، احكي سيجما اف اكس سيجما اف واي، طبعا هاي بتكون يو كوساين 30 بي مجهوله، الوزن مثلا فرضناه 10، احكي انا بي كوساين ال 50 تساوي دبليو كوساين ال 30، بطلع قيمه بي افرض الارقام. في سؤال ببعث لكم اياه بعدين، انه اعرف دائما اذا عندك قوه مائل وسطح مائل حاصل جمع الزاويتين هو بدي احلله بالنسبه للقوه بالنسبه للوزن. انت زمرك راح نحل عليها كمان شوي. نحل اي سؤال، لو عندي هذا السؤال، هذا السؤال احكي لي عندي اوجد القوه بالحبل اي بي والقوه بي سي، اذا هاي كتلتها 6 كيلو جرام مباشره نرسم السؤال على السريع حلقه الحبل، الحبل دائما انا بدي احلل الحلقه، انا شو بدي احلل؟ احلل الحلقه، شو بعمل لما احلل الحلقه؟ الحبل طالع منها، عندي حبل طالع منها زي هيك، حبل طالع منها زي هيك، وعندي حبل طالع منها زي هيك، حبل حبلين ثلاث. بي سي بي دي برضه على زاويه معينه وهذا على زاويه معينه، أربعة ثلاث خمسة. تحل هذا السؤال، طبعا في عندي هون بلوكة وزنها 60،
هاي بلوكة مربوطة بالحبل الثاني، هاي البلوكة 60 كيلو جرام يعني 60 في 9 8 1 عليها حبل طالع زي هيك، اختاروا 60 في 9 8 1. ليش مختارها هيك؟ اخذت سيجما اوف واي تساوي 0، فهي 60 في 9 8 1، اذا الحبل بي دي اختاره 60 في 9 8 1. طيب الرجل عندي انا عندي البي سي والاي بي، كيف بدي احل السؤال؟ ببساطه بقول له سام اوف اكس تساوي 0، شو القوة اللي على الاكس؟ بي سي كوساين 45 ناقص اي بي ضرب ايش؟ 3 على 5 4 على 5 تساوي 0. طيب سام اوف واي تساوي 0 قول له بي سي كوساين 45 زائد اي بي ضرب 3 على 5 يساوي 0. كم مجهول عندي؟ عندي بي سي بي سي الاثنين مجهولين بحطهم على الاله حاسبه وبحلهم حذف تعويض حذف تعويض قيمه الكوتين بس هيك بحل اي سؤال، بطبق سيجما اف اكس تساوي 0 سيجما اف واي تساوي 0. طيب طلع الحل زي هيك بتشد دي هاي الزاويه ثيتا، فانا الفورس هذا هذا هو بكون، فالوزن هذا نفس مقدار الوزن هذا انه هو بكون زي هيك طالع، وعندي هاي مايلة بزاوية حلهم سيجما فيكس سيجما فاي بتطلع معي. عندي زنبرك قال لي اوجد كرة لينكث للحبل اي سي، بده طول الحبل اي سي. اذا عندي 8 كيلو جرام لامب، هاي لمبة هاي لمبة مقدارها 8 كيلو جرام كتلتها، اللي اذا الاندي فورك لينكس للزنبرك 0.4 اندي فورك لينكس 0.4 وقال لي الستيفنس 300. ان الزنبرك اللي بالسؤال هو الال انيشال كم 0.4. طيب انا مالني اعطيني قيمه كي، بده الطول هذا طول اي سي يعني بده طول الوتر، تطلع طول الوتر صعبه بعمل فري بيتا دايجرام هاي شلون نخطط هاي زي هيك يكون عليها قوة زنبرك ايها اي سي كوساين ايها اي سي ساين اي سي ساين 30 اي سي كوساين 30 عليها سبرينج كم تساوي؟ تساوي 300 اللي هو ثابت الزنبرك ضرب اس، اس مش معي، اس معي، كيف تجيب الاس؟ اس بدها تساوي ال فاينل او ال العام ال اي بي اللي هو انا مش معي ناقص ال 0.4، انه انا قلت ال 0.4 الابتدائي. طيب بحل هذا السؤال، كيف بحله انا؟ في عليه كمان وزنه، ننسى الوزن، اختاره 8، 8 الكتله. جرام فبحكي 8 ضرب 9 8 1 بحكي انا هسه اوكي سيجما سم اوف واي تساوي 0 بحكي له سي كان 30 شو بدها تساوي؟ ناقص 8 9.8 1 تساوي 0 يعني اي سي تساوي خلينا نحسب على الحاسب 8 ضرب 8 1 تقسيم ثاني 30 بتساوي عندي 156.96. استفدت من هذا الاشي مباشرة بقول له sum of x تساوي 0 بقول له 300 ضرب ال ناقص ال 0.4 تساوي AC ناقص AC 100 ضرب cosine 30 تساوي 0 تطلع معي ال معينة كم بتطلع؟ نحسبها 65.6 30 تقسيم 300 بزيد لها 0.4 بطلع عندي 4.93. طب في عندي بطلع عندي 0.853 هذا النهائي. شو صار عندي؟
الطول اللي بالسؤال، الطول اللي بالسؤال بوينت 853، مع الطول كامل كم؟ 2. كم بضل من هذا؟ بضل اللي هو طرحها اللي هي 2 ناقص بوينت 853 تساوي ناقص الانسر 1.14. إذا معي هاي 1.4 هاي 30، طول الحبل كم؟ مع كوسينت 30 تقسيم كوسينت 30 عند طول الحبل المطلوب اللي هو الوتر 1.32. من أصعب الأسئلة، أصعب الأسئلة. الجواب 1.32. كيف حليته؟ وبده طول AC. يب أنا من الفورسز سيجما في اكس سيجما في واي طلعت مقدار الفورسز، طلعت الاطوال طول الزنبرك، سمعت طول كل 2، هذا هيك هذا هيك المثلث، خلص السؤال. طيب في عندي اسئله، هاي اسئله بقول لي ارسم الفري بادي دايجرام، بدي ارسم الفري بادي دايجرام لها باخذ الكتله ايه؟ الكتله ايه؟ عليها وزن 200 نيوتن، اعطاني كيلو جرام اعطاني نيوتن، فخلص هاي 200 هذا تكون 200 طالعه في نفس الحبل في نفس القوه، فهاي 200 وفي عليه سي ثاني 30 اي سي ثاني 30 وفي عليه بي في 3 5 وفي عليه بي في 4 5 سيجما في اكس سيجما في واي. السؤال هذا السؤال مثلا كالي بده لو فرض طلب القوة بحله 500 موجودة هاي طالعة زي هيك طالعة زي هيك بحلل هاي زاوية 30 إذا هاي 30 في سيجما في اكس سيجما في واي بطلع الاي دي بطلع الاي بي بعدين خذ الحلقة هاي عليها القوة هاي نفسها القوة هاي نفسها هاي لما نفس الحبل وهي 200 زي هيك بحللها اكس وواي بخلص السؤال. بلش بعض هذا سطح مائل اشرب بقول له هاي الوزن 5 كيلو جرام في 9.81 في كوساين 45 هاي ساين 45 وهذا 200 اللي هي كافي اس حكى لي ان ستريتش لينث بده الان ستريتش لينث الطول هذا اذا هاي بوينت 4 وهاي بوينت 3 هاي 5 هاي 5 الزنبرك الكلي 5 فاينل تساوي 5 بده ال انيشال مجهول شو بعمل انا سيجما اف اكس سيجما اف واي انا هاي الزاويه معي الثيتا تمام هاي الزاويه تان انفرس 3.4 شو بعمل انا كي سيجما اف اكس تساوي 0 كيلو دبليو ساين ال 45 هي 5 في 9.81 ساين 45 تساوي ك في اس طلع الاس كامله يعني بسميها اس في اس ايش بسميها تنشن تنشن في كوساين الزاويه هاي في كوساين الزاويه هاي طلع ايش التنشن بحكي له بعدين التنشن تساوي ك في اس ك 200 الاس بتساوي 5 ناقص الانيشال فبتطلع معي الانيشال. سؤال حلو كثير يعني. هذا السؤال يقول لي اذا وزن البلوك تي 40 كتلتها وجد الكتله لاي شو بعمل انا؟ هاي كتلتها 40 الحبل بيكون 40 40 في 9.81 طيب هاي 40 في 9.81 وهذا الحبل نفسه معناته هاي 9.81 لما بدي احلل ايه بحللها زي 9.81 وهي بقول له كيلوغرام ماس هو بده كيلوغرام في 9.81 جي اي كيف بحل السؤال انا سيجما بطلع هاي 40 في 9.81 كان صار عندي 40 في 9.81 كوساين 30 تساوي دي اي طلع الدي اي بعدين سيجما اف واي اي بي اللي هي 40 في 9.81 ساين 30 تساوي 9.81 في ام اي تطلع معي الام اي. طيب اللي بعده ما موجود بالتفصيل ما اقدر احل اي سؤال 2D ما راح اكثر كثير بالامثله شوف في ظل امثله بركات هذا السؤال كالي الان ستريتش لينث صاروا 3 الانستريتش لينث يعني الانيشال تساوي 3 طيب مقدار الفورس طيب اذا وجد الفورس ببساطه في هذا الطول كم
ثلاث أربعة خمسة، هذا كم طوله خمسة، فالال فاينل الفاينل تساوي خمسة، إذن الاس تساوي خمسة ناقص ثلاثة وتساوي اثنين، إذن الاف زنبرك تساوي اثنين ضرب الكي اللي هو ثلاثين تساوي ستين، فقط الزنبرك ستين، إذن بطبق على الزنبرك الثاني نفس الإشي والزنبرك الثالث نفس الإشي، شو بطلع؟ بطلع كل المطالب. كل المطالب أهم إشي سيجما في إكس تساوي زيرو سيجما في إكس تساوي زيرو. هيك أنا شرحت الزنبركات هذا السؤال سؤال سنوات إذا الكتلة 30 كيلوغرام لأوجد الفورس بكل حبل بحله ممكن في بيت جرام بس أنا هاي 40 كيلوغرام إذا 40 9.81 إذا قوة الزنبرك هذا في الحبل هذا قوة هذا إيه بيكون أربعين ضرب 9.81 بيكون عليها إيه بيكون عليها بيك اي بي بزاوية 60 اذا هاي اي بي سانس 60 هاي اي بي كوساين 60 احل السؤال كم مجهول عندي مجهولين واقول له صعب امتحها لا اي بي كوساين تساوي زيرو AB ساين 60 تساوي 40 9.81 AB بطلعها AB بطلعها بعدين بعوضها بالمعادلة اللي فوق بطلع الـ AE طلعت الـ AE شو صار طلعت الـ AB طلعت الـ AE شو بروح أنا بحلل الحلقة B الحلقة B شو عليها عليها والله قوة هيك قوة زي هيك وعليها قوة زي هيك شو اسمائهم هذول بدها تكون دي دي ضرب افقي باخذ 4 على 5 دي دي ضرب 3 على 5 هنا بي سي ما اف اكس ما اف واي وفي عليه كمان اي بي ساين 60 ده كمان ابي كوساين 60 ابي طلعتها من الفرع اللي قبله البي دي بطلعها سيجما اف اكس سيجما اف واي طلع كل هذا كل جاب 33 ال 3 دي يفرق عن ال 2 دي انه سيجما اف زد سيجما اف واي سيجما اف اكس سيجما اف زد نفس الفكره السؤال في هذا السؤال في عندي 90 باوند 90 باوند فهذا وزن تحت 90 باوند يعني لتحت يعني ايش هذا يعني الفورس هاي تساوي سالب 90 كي هذا اي بي مقداره 500 ايش قال لي الطول قال لي كم الطول فما انا ما بحتاجه قلت الفورس اي بي اصلا ايش بعمل انا اعتبر انه هذا مش زنبرك لانه ما طلب مني الانستريتش بعدين بنرجع له هذا شو هذا عليه عليه قوه زي هيك راح كم اي بي اي بي ايش جهات ولا لا راح تقول لي اياه وهذا السي السي راح تقول لي ايش امتداد على الاكس السالب امتداد على الزد الموجب اذا يكون عليه تحليلها سي سي كفكتور بتتساوي سالب سي ضرب 4 على 5 باي زائد سي ضرب 3 على 5 مجهول وفي عندي دي يعطيني دي مالها هي بزاوية 30 عن الواي
دي جاب. انا بعمل حالي بحلل الحلقة ايه كله بيطلع من الجسم، يعني هيك الاحباب. دي الاي دي بدها تساوي اي دي ساين 30 اي ناقص اي دي ساين 30 اي. فعندي كم مجهول عندي؟ كل عندي مجهول 1 2 3. شو بعمل انا؟ كله سم اوف تساوي زيرو. روح بجمع كل شيء على اكس لحال، سالب اي سي 4 على 5 زائد اي دي ساين 30 زائد اي بي زائد اي بي زائد هذيك تساوي زيرو. ما هاي خلاص ساين 30 تساوي زيرو، المعادلة 1. طيب سم اوف واي تساوي زيرو كله اي سي 3 على 5 سالب اي دي كوساين 30 زائد اي بي تساوي 0. المعادلة رقم 2 سم اوف تساوي 0 كله. في عندي دقيقة اي سي اي سي على الكي هات هاي اوكي هاي اللي هون هاي. لما حكيت سيجما اف واي كله هاي غلط، هاي غلط اي سي 3 5 غلط هاي، هاي ما في شيء هون. اي دي كوساين 30 زائد اي بي تساوي سم اوف زد. شو بدها تساوي سم اوف زد؟ شو بدها تساوي؟ سالب 90 زائد اي سي 3 5 تساوي 0. طلع شو هذول ثلاث معادلات عندي صح؟ يا بحطهم على الآلة الحاسبة يا بطلع اي سي لأنه هي الوحيدة زيرو، بعدين بعوضها هون بطلع الاي دي، بعدين الاي دي بحطها هون بطلع الاي بي. بطلع 3 فورس، ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل. أهم شيء ننتبه ثلاث انكي هذا. بعدين لو طلب مني هسه طلعت أنا الاي بي صح؟ طلعت الاي بي هاي الكي 500 يمكن أطلع الاس الاستطالة. طلعها هيو، ها بحل ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل. فأنا بعتمد على تشابتر 2 بالتحليل، لما تشابتر 2 عرفت أحلل خلص السؤال. في أسئلة كثير. هذا سؤال قال لي إذا هاي 40 وزنها 40 فهاي سالب 40 كي، شو ظل معي؟ ظل عندي اي سي واي بي. كيف تطلعهم هذول؟ بوزيشن فيكتور، طلع الإحداثيات لأي، إحداثيات لسي، إحداثيات لبي، أعمل فورس ذاك اليونت فيكتور، ذاك اليونت فيكتور، عدلات اليونت فيكتور، اف تي هذا منطبق على الاكس، معناته اي، هاي دبليو على الكي اللي هي الوزن، هاي الفكرة بس تحليل القوة. يعني شو بعمل؟ بحكي سيجما اف اكس تساوي زيرو، سيجما اف تساوي زيرو، سيجما اف زد تساوي زيرو، هي ثلاث معادلات، ثلاث مجاهيل، بحطهم على الآلة الحاسبة، خلص السؤال. وهذا نفس الفكرة. أعطاني الدي مالها واحد اثنين اثنين إحداثيات، فإيش عندي؟ الآر الإحداثيات لدي تكون سالب واحد على الآي، تكون اثنين على الدي واثنين على الكي. الأي زيرو زيرو زيرو، فالقوة هي إيش؟ طالعة من الجسم أي دي، أي دي 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 ناقص اي، دي ناقص اي يعني الار اي دي تساوي سالب اي زائد 2 جي زائد 2 كي. شو بعمل بعدين؟ اليونت اي دي تساوي هذا اللي هون على الجذر التربيعي له، اضربه بالفورس اي دي المجهوله بصير اف اي دي بدلاله اليونت فيكتور. هيو اف بدلاله اليونت فيكتور، بحكي سيجما اف اكس تساوي 0، سيجما اف واي تساوي 0، سيجما اف زد تساوي 0، بطلع المعادلات القوة. يعني هذا عكس شابتر 2، شابتر 2 كان يعطيني القوة من المحصلة، هسه لا معطيني المحصلة 0، يعني زي كانوا بحكي لي سيجما اف اكس تساوي 0، سيجما اف واي تساوي 0، سيجما اف زد تساوي 0، بقول لي طلع لي القوة. حل زي هيك عكسي. نفس الشيء كله تحليل عادي، تحليل عادي. فورس هاي
باتجاه الاكس الموجب، فهاي اي سي اي هاف، هاي بي جهات وهاي تاخذها بوزيشن فيكتور بي دي وبتحل. هاي نفس الفكره بي دي، طبعا هون معطيني كم موزنها 40 في سالب 40 كي، نفس الشيء 20 ال بي، فهي سالب 20 كي هات، هاي بتتحلل بوزيشن فيكتور وهاي بتتحلل بوزيشن فيكتور، هاي بتتحلل اسقاطات اسقاطات هذول نفس الشيء. حاطه بالشات الفور راح يكون لايت. يعطيكم العافيه.